من قناة أحباب رسول كان اسمه، نقدم لكم حلقة جديدة من حلقات صور من حياة الصحابة، تأليف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. سقط اليوم بعنوان عبد الله ابن أم مكتوم، رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان المفسر. من هو الذي عتب فيه النبي الكريم من فوق 7 سنوات؟ أقصى عتاب وأوجعه. من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله ابن أم مكتوم مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله ابن أم مكتوم مكي قراشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله ابن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة وكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وعانى من أذى قريش ما عانه أصحابه، وبلى من بطشهم وقسوتهم ما بلوه، فما لانت له قناة ولا فطرت له حماسة ولا ضعف له إيمان، وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الصلوات على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ من إقباله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها ولا سانحة إلا ابتدرها، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول ونصيب غيره. وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير تصدي رسالات قريش شديد الحرص على إسلامه، فالتقى ذات يوم عتبة ابن ربيعة وأخيه شيبة ابن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم إسلام ويطمع في أن يستجيبوا له أو يكفوا أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرؤه آية من آيات الله ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو ذلك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله وتأييدا لدعوة رسوله. وما أنقض رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم، وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، ثم أنزل عليه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزك، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم في شأن عبد الله بن أم مكتوم، لا تزال تتلى منذ نزلت إلى اليوم وتظل تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن ذلك الوقت ما فتأ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم في مجلسه إذا أقبل ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته، ولا غر أليس هو الذي عوتب فيه من فوق 7 سماوات أشد عتاب وأعنفه. ولما كلبت قريش على الرسول والذين أمنوا واشتد أذاها لهم أذن الله للمسلم الهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو مصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله. وما أن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرئنهم القرآن ويفقنهم في دين الله. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات ويدعوان الناس إلى خير العمل ويحثنهم على الفلاح. فكان بلال يؤذن وعبد الله بن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. كان بلال يؤذن بليل ويوقظ الناس، وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه
وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي عقب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد عن القبنة لك في نفس ابن أمك، وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهد. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة: اللهم أنزل عذري، اللهم أنزل أنزل عذري. فما أسرع أن يستجاب الله جل وعز لدعائه. حدث زيد بن ثابت كاتب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله عليه فغشته السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقال ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فمن قضى قلمه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكين ووقعت فخذه على فخذي، فوجدته من ثقلها ما وجدته في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اكتب ما اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال: اكتب غير أولي الضرر. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم. وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبر الأمور. فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد نفسه وظيفتها في ساحات القتال. فكان يقوم بين الصفين: وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تدير دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيش المسلم. فكتب إلى عماله يقول: لا تدعو أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا وجهتموه إلي، والعجل العجل. وطفق جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حد وصوت. وكان في جملة هؤلاء المجاهد المفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه ودعه. لما بلغ القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابسة، واحترم الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلة، حتى انجلى اليوم الثالث عن نظر مؤزر للمسلمين، فدالت دولة من أعظم الدول، وزال عرش من أعرق العروش، ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية. وكان ثمن هذا النصر بمئات الشهداء، وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله ابن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مضطرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين.